الجبهة الأولى هي اللي اشتغل عليها أمثال الشيخ صالح النجف آبادي والذين يعني سبحوا في فلكه، والجبهة الثانية جبهة اشتغل عليها آخرون وسأشير الآن بعد قليل. الجبهة الأولى ماذا قالت؟ قالت ما عندنا شيء اسمه علم الإيمان بالغيب أصلا، هذه النظرية لا نؤمن بها، وهنا انفجرت المعركة. لا نؤمن بفكرة علم الأئمة بالغيب بنحو أنها قاعدة إلا ما خرج بالدليل، ما عندنا شيء من القبيل. صالح نجف أبد يقول أنا لا أنكر علم الأئمة بالغيب، لكن أقول يعلمون بالغيب بالمقدار الذي أعلمهم الله، والأصل فيهم أنهم لا يعلمون الغيب. إذا ثبت أنهم يعلمون الغيب الفلاني نقول ثبت أنهم يعلمون الغيب الفلاني، إذا ثبت أنهم يعلمون تاريخ وفاتهم ووقائع وفاتهم بالدقة نقول ثبت هذا، إذا ما ثبت نقول ما عندي قاعدة تثبت أنهم يعلمون الغيب المطلق. أرجو أن نفهمهم. واحد مثل صالح نجف آبادي وكثير من أمثال صالح نجف آبادي يقول لك أنت لا تخوفني بخمسين رواية وثلاثين رواية وأربعين رواية في أن الإمام يعلم الغيب، أنا لا أخاف من هذا كله وفق منظومتي الفكرية، أنا لا أخاف من هذا كله، بالعكس أنا أقول آية واحدة في القرآن تساوي مئات من هذه الروايات، وبالتالي أضعها جانبا، على الأقل أكل علمها إلى أهلي. قال تعالى في سورة الأحقاف، وهذا استدلال الشيخ صالح نجف آبادي في سورة الأحقاف الآية التاسعة، قال عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري بالمستقبل، لا أدري ما الذي سيحدث معي غدا، ولا أدري ما الذي سيحدث معكم غدا، لا أدري ما الذي سيفعله الله بي في الغد، ولا أدري ما الذي سيفعله الله بكم في الغد وبعد غد. يقول لك صالح نجف أبادي هذه الآية تساوي ألف رواية. صور أنت في ألف رواية تنفي علم النبي بالغيب وخمسين رواية تثبت علم النبي بالغيب، سوف تطرح الخمسين رواية تقول هذه رواية شاذة. من وجهة نظر هؤلاء الآية القرآنية في قوة ألف رواية، وبالتالي مش موضوع أننا أطرح الروايات، وإنما موضوع مقدار ثقتي بقوة دلالة النص القرآني ومرجعية النص القرآني. فإذا أما بالنسبة إلى أن هذه الآيات القرآنية تتكلم عن علم الاستقلالي، هذه كلمة استقلالي ما موجودة بالآية، يعني بمعنى عندما أقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما في كلمة استقلال، كنت أعلم الغيب مستقلا، وين كلمة استقلال؟ ما موجودة. والدليل على ذلك أنه أنت لو كنت تعلم الغيب لا بالاستقلال أيضا ما مسك السوء. إضافة قيد الاستقلال، أنا هذه تعرضت له في 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 كتاب إضاءات، إضافة قيد الاستقلال في آية لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اللي هي الإضافة اللي اعتمد العديد من العلماء كثير اهتم فيها أيضا العلامة الطبطبائي، إضافة يعني بتعبير بصرف النظر عن الروايات في باب علم الإمام، إضافة تبرعية. يعني الآية ما فيها قيد استقلال، والدليل لو كان النبي يعلم الغيب لا بالاستقلال ألم يكن بإمكاني أن يكثر من الخير لاستكثرت من الخير. يعني الاستكثار من الخير مرهون بالعلم الغيبي الاستقلالي؟ لا، الاستكثار من الخير يمكن أن يحصل حتى لو عندك علم غيبي غير مستقل عن الله سبحانه وتعالى. مع ذلك ربط عدم المعرفة بالغيب بموضوع الاستكثار، فمش واضح كثير هذه، نحن بنقحم أنه هذا مقصوده مستقلا. يجب عليك قرآنيا، لا اللي في روايات بحث آخر روايات تكلم قرآنيا، أن تعطيني وين هذا القيد موجود في النص القرآني أنه لما ينفى العلم بالغيب فهو ينفى بنحو الاستقلال. هذا يحتاج إلى توضيح قرآني، أعود وأكرر. هلأ بتقلي الروايات ذكرت ذلك فيما بعد، بدنا نعرض الروايات على القرآن، إذا كان في مجال للتوفيق يمكن التوفيق، ما في مجال للتوفيق المحكم هو النص القرآني. طبعا هذا بحث طويل ليس كلامي. يتم تأويله على أنه بالاستقلال، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم بنحو الاستقلال، وإذا ما كان فيه بي وبكم هنا ولا أدري ما يفعل بنا لربما يحملونه على إياك أعني واسمعي يا جارة، وهذه الأوجه التي يذكرونها عادة هكذا. وبالتالي يقولون إن ظاهر القرآن ظني، الروايات قطعية وهي كثيرة وعلينا أن نعمل بالرد. لهم وجهة نظرهم، أنا أريد أن أقول وجهة النظر التي ترى علم الإمام بالغيب ليست وجهة نظر يعني ضعيفة أو ركيكة إلى الحد كما يتصور بعض الناس، لا،
لهم وجهة نظرهم، لكن الفريق الآخر أيضا له وجهة نظر ليست بسيطة. الشيخ يعني على المنهج، على المنهج الاستدلالي خاصة في هالآية هذه، يعني هل لا يؤخذ على الشيخ صالح أبادي أن يعني النسق بدعا من الرسل، يعني استقطب أو أخذ الآية وما راعى السياق حق الآيات اللي قبلها واللي بعدها مثلا، هل يعتبر هذا منهج ممكن يكون استدلالي في وجهة نظركم شيخ؟ شكرا لكم. شكرا جزيلا. أنا لا أدري أين هو لم يعتبر السياق، بالعكس هذه آية ما كنت بدعا من الرسل، يعني تؤكد ما يريده. بدي أقول أنا لست حالة استثنائية في الرسل، أنا مثل بقية الرسل، وهو والقرآن بنفسه قال عن بقية الرسل بأنهم لا يعلمون الغيب. لا الشيخ أقصد يعني ماذا تقصدون من السياق؟ أي يعني هل هو لم يراعي السياق؟ هو كان يقول أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته بعدين كمل، يعني قبل الآية وبعد الآية، يعني كأن الحديث على أن موضوع آخر. هل إحنا في المنهج البحثي كمدرسة تنتمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما مفروض هذا الموضوع يكون يعني يؤخذ على الشيخ صالح نجاد أجف يعني أبادي؟ هذا سؤالي، هذا القصد من السؤال. نعم، أنا يعني بالنسبة لي إذا أنا التقطت الفكرة التي تريدونها، أنا لا أجد أي إشكال على صالح نجف أبادي هنا فيما يتعلق بالسياق. لأن وين المشكلة أن يقول لست بدعا من الرسل، يعني لم أكذب على الله نفترض، ولم أفتري عليه، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني بعبارة ثانية، إذا الطرف الآخر اللي عم ينتقد صالح نجف أبادي، نحن نسأله، نقول له خذ السياق بعين الاعتبار، شو معنى كلمة لا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ يعني اقلب السؤال على المقلب الآخر، نقول للشخص الذي يقول لصالح نجف أبادي أنت لم تأخذ السياق، فرضيا صالح نجف أبادي يقول له طيب خذ السياق فسر الآية، شو بيطلع معنى ثاني للآية؟ هو نفس الآية، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني أنا مثل أي رسول، الرسول عنوانه أتبع إلا ما يوحى إلي وأنا بشير ونذير، هذا عنوان الرسل، لا يعلمون الغيب ولا أشياء من هذا. نعم قد يعلمه الله بعض الغيب، نحن الآن نعلم بعض الغيب بتعليم القرآن لنا، القرآن ذكر قصة يوسف وقال لنا هذا من أنباء الغيب، نعلم بعض الغيب بإنباء الله لنا في القرآن، بإنباء الرسول لنا فيما أنبأه الله سبحانه وتعالى، أن يعلم نبي أو وصي أو إنسان ولي من أولياء الله بعض الغيب. ما في أحد في حدود علمي بين المسلمين يشك في أنه هناك من يعلم الغيب. السؤال هل علم النبي والإيمان بالغيب بنحو القاعدة إلا ما خرج بالدليل، يعني هو يعلم جميع الغيب إلا يوم القيامة متى يكون، يسألونك كأنه حفي عنه، هل هكذا نقول أو نقول لا، الأصل أنه لا يعلم الغيب إلا أن يقوم دليل على أن غيبا بعينه أخبره الله به، مثلا الغيب الذي هو أن الحسين بن علي سلام الله عليهما يستشهد في كربلاء، نعم هذا أخبره الله به ورسول الله أخبر به الأمة، هذا غيب ثبت أن الله أخبره به. أما هل ثبت أن الله أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن والله الدولة العثمانية سوف تتجزأ ورح تظهر الدول العربية، هذا كيف نثبته؟ الذي يقول بالعلم بالغيب يقول القاعدة تثبته، الذي ينفي العلم بالغيب يقول لا توجد قاعدة، إذا في دليل خاص على هذا أهلا وسهلا، ما في دليل خاص له. بعبارة أخرى لا أدري ما يفعل بي ولا بكم ما إلى علاقة، لا يضر بها السياق، بالعكس يعززها السياق من وجهة نظر الذين ينكرون علم الإيمان بالغيب.